المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والتحالف الدولي بعدم فتح المجال بتكرار مجزرة شنغال في كوباني، مبدين استعدادهم لدعم كوباني، كما طالبوا بإرسال مساعدات عاجلة إلى مدينة كوباني المحاصرة. نحن نضم صوتنا إلى صوت جماهير كركوك وخاصة المنظمات الجماهيرية في كركوك بإدانة ما يجري في كوباني. هذه المدينة محاصرة وفيها معركة عنيفة تجري، الذين يحاربون أكبر قوى شرسة ظلامية يسمعون نداء. ولا تنسى أننا ذكرنا قبل قليل أننا في مجلس النواب العراقي كنواب كرد من كل المكونات أصدرنا بيان، بل أدلينا ببيان داخل قبة البرلمان حول كوباني، وطالبنا المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ كوباني. وقبل أيام أيضا وجهنا نداء استغاثة لكوباني وإنقاذ هذه المدينة. من جانبه وجه كوسترة رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني